مقصود بكلمة نسف هو تحليل مسحوب المياه لفترة معينة في فترة التسجيل، وبعد ما بخلص فترة التسجيل بسمح لعودة المياه للموقع بتاعي تاني. اتكلمنا قلنا مين احنا هندرس بس 3 تايب. اول تايب سميناه النسف السطحي، وده ابسط واحد فيهم واقل تكلفه، بس كان ليها عيوب كتير جدا اتكلمنا عليها في السكشن اللي فات، وكمان ان انت تكون شغال في تربه مش جافه تماما. ثانيا شويه فورسز بتحصل على الاسلوب ستابيليتي والكلام ده تمام، وعرفنا ان هي بتبقى مساله فلو نت عاديه جدا، بقدر احدد قيمه الكيو اللي محتاج اطلعها من الارض عشان خاطر اوصل من منسوب الميه من منسوب لمنسوب تاني. واخر حاجه فيها كان من عيبها برضو ان اقصى جراوند ووتر لورنج اقدر اوصله هو 3 متر. فدخلنا بعد كده على النوع الثاني وهو الويل بوينت او النسح الابلي. انا ببتدي استبدل ابار رفيعه جدا، اختارها رفيعه كويس سميناها الرايزر او الويل بوينت بسبيسنج معينه وليها ارتفاع معين. الرايزرز دول بيجمعهم فوق حاجه اسمها هيدر بصوره اكبر شويه، والهيدر هي اللي متوصله بامب بتسحب من الرايزر، بتسحب من الهيدر، والهيدر بيسحب من الرايزر، والرايزر بيسحب من الهيدر تمام. فاتكلمنا مينلي على اول نوع فيها وهو سينجل ستيج. قلنا عشان نعمل ديزاين للويل بوينت محتاج اصمم اول حاجه الهيدر الرايزر ارتفاعه يبقى قد ايه، بعد كده الكيو اللي محتاج اطلعها من كل من الارض ككل، بعد كده احدد السبيسنج ما بين كل رايزر والتاني، ومنها اقدر احدد الكيو اللي محتاجها الرايزر نفسه يطلعها من الارض عشان خاطر اوصل منسوب المايه من منسوب لمنسوب تاني. بعد ما عرفت الكيو لكل رايزر قدرت احدد عدد البامب اللي محتاج اوفيها في الموقع عشان اوصل للكونديشن ان كل رايزر يطلع الكيو دي. بس قلنا عشان نخش نعمل ديزاين في خمس حاجات لازم احددها: برميابيليتي، الهيد او التوتال اتش بيفور دي ووترنج قبل ما اعمل عمليه النسف، والجراوند ووتر لورنج. قلنا الجراوند ووتر لورنج يعتبر من اهمهم لان هو اللي بيحدد انت تشتغل سنجل ولا مالتي ستيج. السنجل ستيج اتفقنا لو انا محتاج انزل منسوب الميه 6 متر السنجل ستيج يشتغل وجميل جدا وما فيهوش مشكله. انما عندي لما اكون محتاج انزل منسوب الميه اكتر من 6 متر ساعتها لازم افصل المساله بتاعتي لمسالتين كويس، سميناها ساعتها مالتي ستيج، وده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. هنحل نفس المساله اللي احنا وقفنا عندها السكشن اللي فات، كان بيقول لك انا عايز الفاونديشن ليفل عند منسوب سالب 3 متر كويس، كان لا كان عند منسوب الاول سالب 6، فحليناها وكنا قلنا الجراوند ووتر لورنج اللي انا محتاجه فيه 3 متر ونص صح ولا ايه؟ قلنا ان هي اقل من 6، حددنا الخمس حاجات بتاعتي، دخلنا عملنا الديزاين بتاعي زي ما هنعيده تاني النهارده تمام؟ وخلصنا المساله لحد ما وصلنا لعدد البامب اللي محتاج احطها في الموقع وكل بامب ليها هورس باور بقد ايه. قال لك نفس المساله صممها لي، بس لو انا عايز اخلي الفاونديشن ليفل عند 10 متر. نحدد الحاجات بتاعتنا، البرميابيلتي مفيش مشكله، الايدج الكليه 22 متر اللي كان مديك الامبيرفيوس لير على عمق 25 متر تحت الارض. مش بقى السكيل هيبقى وحش. سالب 25. صح؟ سالب 25 تمام؟ فهو بيقول لك انا عايز اوصل سالب 10. اجي احدد الجراوند ووتر لورنج الاقي ان انا الجراوند ووتر لورنج ده عباره عن كام؟ 7 متر ونص، فساعتها ده اكبر من 6، لازم افصل المساله بتاعتي المسالتين. فمحتاج الاول انا هنزل لبعمق معين. هعمل هنزل بعمق معين، اعمل نسح مبدئي بحيث ان نزل منسوب الميه بدل ما هو عند سالب 3 انزله عند منسوب معين اقدر احفظ فيه على الناشف لحد ما اوصل للمنسوب المعين، ابتدي احط السيستم الجديد بتاع الويل بوينت او الستيج الثانيه بتاعت الويل بوينت بحيث انها تشفت المنطقه بتاعتي لحد ما اوصل لمنسوب سالب 10. فتعالى نشوف كده اهو، انت كانجنيير هتصمم او هتدي الخطه دي ازاي. بس اولا لازم تحدد انا محتاج اهبط قد ايه. فانا قلت عندي 2 ستيج، انا عندي 7 متر ونص عايز انزلهم، وانا الماكسيمم جراوند ووتر لورنج بتاعي 6 متر. فانا السبع متر ونص دول عايز اقسمهم، انا عايز انزل لعمق معين الاول وعمق معين بعد كده الثاني. فمن رايك السبع متر ونص دول اقسمهم ازاي؟ 4.5 حل، او في مكان ممكن حد يقول لك 3.75 و3.75 عادي، فانت هتقسمها زي ما انت عايز. هتلاقي المودل عمل ايه؟ عمل حركه ذكيه شويه،
قالك انا الاستيج الاولى هنزلها 3 متر ونص. اوكي هو كان الافضل، انا هقول لك هو عمل ايه وهقول لك الافضل كان يعمل ايه. الاستيج الاولى هنزلها 3 متر ونص وطابق نفس الحل بتاع السالب 6. ما هو قال لك كان في الاول عايز انزل لمنسوب سالب 6، فقال لك انا هستغل نفس الجراوند دوت لوريج اللي انا حللت بيه السؤال رقم اي بنفس الخطوات، هيفرق معايا بس في تحديد عدد البامب. تمام؟ بعد كده قال لك انا هنزل 4. انا لو مكانه كنت هقلب، كنت هنزل 4 الاول بعد كده 3.5. ليه؟ لان لو خليت ال 3.5 الثانيه هتلاقي الخمس خطوات هم بتوع الخطوه الاولى زي ما هنفهم كمان شويه. بس نمشي زي الموديل انسر. انت عايز تستخدم اي عمق مبدئي براحتك، اهم حاجه تطلع الخمس معلومات اللي هتبتدي تعمل فيهم ديزاين صح. انا عايزك اول لما تخش الاستيج الاولى انا معايا خمس معلومات هم دول اللي انا هطبقهم. فراح انا خلاص انا هنزل في الاول 3 متر ونص، فانا هنعمل ايه؟ اللي بالازرق ده بقى الكونستراكشن. قال لك انا واقف على منسوب زيرو، هنزل احفر لحد منسوب سالب 2 متر ونص واعمل اول بير، احط عليه الهيدر وانزل برايزر. كويس؟ يوم الرايزر ده يعمل ايه يا شباب؟ الرايزر ده يقوم منزل لي منسوب الميه لحد حاجه هنا. انا هنزل 3 متر ونص، فانا من عند سالب 3 هيوصل لي منسوب الميه لسالب 6.5. انا راسم اكسو سيمتري، ده خط التماثل يا شباب، فاللي على اليمين هو اللي على الشمال. انا هموت من الحر. انت تاخد منك كده ايه اللي انا ماسكه؟ تاخد برضه كويس. فهو وصل لان الارض في الزون دي بقت ناشفه وبقى الخط ده داش دي كده، فيقدر يعمل ايه؟ ينزل بالارض بتاعته عادي جدا لحد ما نسوق. كام يا شباب؟ ستة صح ولا ايه؟ انت بترسم المخطط اللي هتمشي بيه في الديزاين او في الكونستراكشن مظبوط. وصل لمنسوب 6، ده سميناه منسوب 6 سالب 6 طبعا. يقوم يعمل ايه؟ اللي بيقولوا لنا بقى الاستيج الثانيه، كان دي الاستيج الاولى. يجي يخش الاستيج الثانيه يعمل هيدر ورايزر جديده. تقوم رايزر جديده بتعمل ايه؟ تنزل منسوب الميه حاجه بالمنظر ده. بني بعد كده اتبسط حاجه بالمنظر ده يا شباب، بحيث انك هتلاقي ان شكل الميه البروفايل بتاع الميه في الاخر هو اللي باللون الاحمر ده يا شباب. ده البروفايل بتاع الميه النهائي بعد ما اعمل التو ستيج، بحيث ان هوصل منسوب الميه هنا لحد منسوب كام يا شباب؟ 10 سالب 10 صح؟ خلاص الجزء ده كله نشف، يعني الخط اللي بالازرق ده كمان مش موجود. اقدر اقوم حافر الستيج الثانيه بتاعتي بنفس الميول اللي هو قال لي عليها واوصل لمنسوب الارض بتاعي اللي هو قال لك الاريا بتاعتك 30. دول تو ستيجز يا شباب، طالب منك تحدد لي في كل ستيج الخمس معلومات، فتعالى نكتبهم هنا. ستيج 1، انت مجرد ان انت حددت الخمس معلومات انا خلاص مش هكمل المساله، هتمشي نفس الخطوات هي هي. في الخطوه رقم 5 هي اللي هتكلم فيها معاك بس، اللي هي اللي انا بحدد فيها عدد الرايزر وعدد البامبس اللي انا محتاجها. فتعالى ستيج 1، ها يا شباب محتاج احدد ايه الاول؟ الاتش. بكام الاتش؟ الاتش هي منسوب المياه قبل عمليه النسح. 22. بعد كده كنا بنحدد الجراوند ووتر لورنج هيساوي كام؟ 3 متر ونص. البرميابيلتي ما فيهاش مشكله. بعد كده كنا بنحدد ايه؟ حاجه اسمها الاتش ديزاين، العمق الميه بعد عمليه النسح للستيج الاولى هيبقى بكام؟ من النقطه دي اللي هي عند سالب 6.5 لحد السالب 25 هما كام؟
18 ونص. واخر حاجه محتاجه احددها سميناه الارتفاع، سميناه ام، وهو ايه؟ ارتفاع الهيدر لحد الامبيرفيس لير اللي احنا قلنا عاده الماكسيمم فاليو بتاعتها بتبقى قيمه الاتش زائد نص متر فوق البير ونص متر لحد الهيدر. قلنا النص المتر بتاع البير ده اقدر اشيله، بس النص متر بتاع الهيدر ممنوع اشيله، لان الهيدر لازم تبقى ماسوره وتحتها بتبقى مخدات خرسانه كده، لازم تبقى اعلى من منسوب الارض شويه بميول معينه. تمام؟ فقلنا الام بتاعتها تبقى عباره عن الاتش اللي هي 22 زائد 1 متر اللي هي تبقى 23 متر. معايا الخمس معلومات. رقم واحد كنا بنحدد ايه؟ اتش نوت. حاجه اسمها اتش نوت وايه؟ وان. بحيث الاتش نوت هو الارتفاع ده واسميه اتش نوت واحد. والال هو الريديوس اوف كولوم ديبريشن. الريديوس اللي انت محتاج فيه الميه هترجع لوضعها الطبيعي، وقلنا ملوش قيمه حسابيه، مش فارقه معانا في حاجه غير ان انا هستخدمها في حسبه معينه كمان شويه. صح؟ ما فيهمش مشكله، وقلنا القوانين بتاعتهم جدا، بس تخلي بالك من اليونتس. رقم اثنين هنتشيك على الاستاتيك هيد، وقلنا لازم اوفي السكشن هيد اللي ما يكونش اكبر من 7 متر، وقلنا عباره عن ايه هو؟ الام بتاعتي صح؟ ناقص الاتش نوت نسميها ام اي بقى صح؟ الام اي من هنا لحد هنا ناقص الاتش نوت زائد 1 متر لوسز، هتطلع زي الحسبه اللي احنا حسبناها المره اللي فاتت. سيف. رقم ثلاثه بحدد الكيو بير متر ران اللي اتفقنا عليها، بحسب كان عندي ترنش مفتوح طوله كبير جدا، محتاج انزل منسوب الميه من منسوب 22 منسوب انا اسف سالب 3 لحد منسوب سالب 6.5. عايز اهبط الميه من منسوب ده لمنسوب ده، طب انا محتاج اطلع من الترنش ده اللي هو حاجه لينير ميه قد ايه؟ كيو قد ايه؟ طب ليها حسبه اقدر اعوض فيها واخلي بالي من اليونت. رقم اربعه كنا بنحدد السبيسنج الايه؟ وهي هي اللي هتطلع معانا ب 0.9 على ما اتذكر السكشن اللي فات. تمام؟ طلعت الايه؟ بدلاله الكيو بالميتر ران والايه بقدر اقول في الخطوه رقم خمسه يبقى الكيو للويل بوينت الواحد هتساوي ايه يا شباب؟ قلنا اضرب السبيسنج ال 0.9 مضروبه في الكيو بير متر ران بس قلت بزود 35% زياده نتيجه ال 3 دي افكت عند الكورنرز. بعد كده كنت بحدد ايه بقى؟ عدد الويل بوينت وعدد البامب اللي محتاجه اوفيها. طبعا هنا بقى الاختلاف هتظهر هنا، يعني كل اللي فوق دول هم اللي احنا حليناها بالظبط، هو لحد الخطوه دي هي اللي احنا عملناها المره اللي فاتت. عايز بعد كده احدد عدد الويل بوينت، هي خطوه رقم 6 مثلا، عايز احدد عدد الويل بوينت والبامب. هنعمل ايه بقى؟ كنا بنيجي نرسم بلان فيو لشكل الارض بتاعتي. خلي بالك المسائل اللي قلت لك لازم تعمل كل خطوه انا بقولها، لازم ترسم عشان ما تغلطش. هو بيقول لك الارض بتاعتك 30 في 50، طب تعمل كده اهو، شكل صغير جدا 30 في 50 اهي، شكل صغير جدا ما فيهوش مشكله، 30 والطول ده 50. انت بتتكلم على الارتفاع اللي هنا، فانت قلنا عشان نحدد عدد الويل بوينت محتاج البريمتر واقسمه على السبيسنج ما بين كل ويل بوينت والتاني، فطلب ان انت محتاج كذا ويل بوينت. بعد كده بشوف البامبس اللي عندي تقدر تكفي وكام ويل بوينت، او انا هفترض بامب معينه واخلي المقاول يشتريه، وان عندنا حالتين لديزاين البامب. تمام؟ فهطلع اول حاجه بميول، قال لك ميل الراحه للتربه دي 2 ل1، فانا هطلع اول ميل اللي هو باللون الاخضر ده. ده اول ميل 2 ل1. المنسوب اللي هنا يا شباب كان بكام؟ سالب 10. هطلع بميل لحد منسوب كام هنا؟ سالب 6. صح؟ بعد كده عندي بير. البير ده يا شباب قلنا لازم اوفي 1 متر جنب الهيدر يمين وشمال، فانا عندي 1 متر هنا و1 متر كمان هنا.
انا هيبقى عرض البيرم ده 2 متر صح اللي هي المسافه دي 2 والمسافه دي 2 تمام ميول صح. انا عايز الفيديو اللي فات لقيت واحد مين اللي كان بيصور مين اللي عمل مونتاج الفيديو ده عايز حد يقول له شيل كان في حد دخل عليا في السكشن تقريبا ومتصور عادي فعايز حد يشيل الفيديو زياده تمام طيب النت عندك كان بيصور فانا عندي وصلت للبرم الثاني اللي هو عرضه 2 متر بعد كده يا شباب هطلع للليفل الثاني اللي هو من منسوب سالب 6 بس يا ابني منسوب سالب 6 لمنسوب كام؟ ركز معايا المنسوب اللي هو هنا اللي هو كام؟ سالب 2.5 بعد كده قلنا هيبقى عندي اول ستيج اللي هي دي بقى بتبعد 1 متر عن البير المسافه دي كده 1 متر هي المسافه من هنا لحد هنا كويس؟ اقدر بقى احدد البريمتر اللي بالاحمر ده هيبقى عباره عن ايه؟ اسميه ايه؟ اي في بي اي سته الاي اي اول ستيج يعني في البي اي اللي هي اول ستيج هسوي ايه؟ 50 طول ده زائد فرق المنسوبين اللي هو من سالب 10 لسالب 6 4 في الميل اللي هو 2 ل1 في 2 لان انا عندي جزئيه هنا وجزئيه هنا زائد ها انا عندي 2 متر هنا و2 متر هنا اهو اللي هو 2 في 2 صح؟ زائد فرق المنسوبين من سالب 6 لسالب 2.5 اللي هم كام؟ 3.5 3.5 في الميل في 2 بس كده ولا في حاجه تاني؟ الفرق 1 متر هنا 2 في 1 نفس الارقام دي بدل 50 هتبقى كام؟ 30 زائد نفس كل الارقام اللي انا كتبتها فيديك الابعاد بتاعتك تقدر تحدد البريمتر 2 في الاي اي زائد البي اي حددت البريمتر ومعايا السبيسنج اقدر اقول ان الان بتاعت الويل بوينت عددهم هيساوي كام البريمتر بتاعي على السبيسنج اللي اسمها ايه بعد كده اتفقت معاك عندك حاجه من اتنين يا اما المقاول يكون معاه بامب معينه ليها هورس باور معين صح فساعتها هتقول والله انا محتاج احدد من الهورس باور الكيو اللي بيطلعها البامب الواحده بمعلوميه الاتش بامب هي كانت الاتش بامب بتساوي ايه؟ الاتش دايناميك الاستاتيك هيد هو اللي كنا حددناه في الخطوه الثانيه زائد 10 متر طب دلاله الهيد بتاعت البامب اقدر اخش في قانون الهورس باور واطلع الكيو بامب اللي محتاجه اوفيها بكام؟ طب حددت الكيو بامب وانا معايا الكيو بتاعت الويل بوينت الواحد يبقى اقدر احدد ايه؟ البامب الواحده تقدر تخدم على كام ويل بوينت؟ صح؟ طب انا عندي كام بقى التوتالي ويل بوينت في الموقع؟ اقدر اقسم التوتال ويل بوينت صح؟ على ال ايه؟ انا هشوف البامب الواحده تقدر تخدم على كام ويل بوينت؟ بعد كده هقسم الان ويل بوينت التوتال على عدد الويل بوينت اللي بتخدم عليهم كل بامب واحدد عدد البامب. ده كل ليفل. انا لسه في ستيج 1. انا كل ده لسه في ستيج 1، انا لسه في اول مرحله عند سالب 6، لسه ما نزلتش تحت، انا كل ده بحاول احط السيستم بتاع سالب 6. تمام؟ فيطلع لي بقى عدد معين من البامب، قلنا بناخد العدد ده واخد ضعف واخد اضربه في اثنين، جزء بيشتغل وجزء ستاند باي. تمام؟ دي أول طريقة، يا إما تاني طريقة أفرض أقول للمقاول والله أنا عايز بامب معينة تشتريها لي. أقول والله أنا هفترض إن كل بامب هتخدم على 50 رايزر ويطلع الكيو بامب ويحدد الهورس باور بتاعه ويقول للمقاول روح اشتريه. يا كده يا كده، عندك نوعين من ديزاين البامب لازم تكون فاهمهم. تمام؟ لحد الخطوه دي خلاص انا نزلت المنسوب اللي اسمه سالب 6 والدنيا زي الفل والدنيا ناشفه والدنيا تمام. اعمل ايه؟ اخش على المرحله الثانيه ستيج 2. محتاج احدد الخمس معلومات بتاعتي. اول حاجه الاتش.
ارتفاع المية قبل عملية النسح بكام؟ 18.5. هتلاقي الاتش يا شباب تتحول بدل ما كانت هي الاتش كابيتال ب 22 تعمل الاتش ديزاين، هتلاقي منسوب الاتش في المرحلة الثانية من سالب 6.5 ل 25، هو ده ارتفاع المية قبل عملية النسح. صح ولا ايه؟ اللي هو يبقى الاتش بتاعتي ال 18.5 اللي هنا. بعد كده الجراوند ووتر لودنج محتاج انزل ميه منسوب قد ايه بعد كده؟ اللي انا فرضه من هنا 4 متر، قلت لك تقدر تحدده براحتك، اهم حاجه ما ينزلش عن 6 متر. تمام؟ بعد كده رقم 3 الكي ما فيهاش مشكله. 4 الاتش ديزاين محتاج اوصل الميه المنسوب كام يا شباب؟ 10.5. يبقى الاتش ديزاين هي دي. من منسوب 10.5 المنسوب 25 هيبقى كام؟ 14.5. بعد كده في ايه تاني؟ الام عباره عن ايه؟ 19.5. هي الاتش اللي قبل عمليه النس نص متر لحد البير ونص متر كمان لحد الهيل. امشي في الخطوات بتاعتي. رقم واحد احدد الاتش نوت بس هتبقى دبل اي والال. بعد كده رقم اثنين احدد الاتش ستاتيك اللي هي هتساوي ايه بقى يا شباب؟ تعالى نحسبها كده ونتشيك عليها سريعا. هتساوي ايه؟ انا هنا عايز اتشيك على الاتش ستاتيك، الاتش نود هقول لك قيمتها دلوقتي. هو السيكشن بتاعك ما جاش ليه؟ هو فاكر ان هي بتقرا مع سيكشن واحد يوم الخميس؟ ممكن تجيب سيكشن واحد كويس ما يتخلش اصلا. شباب طلعت ب 13.82. فتبقى الايدج ستاتيك عباره عن الاتش الام بتاعتي اللي هي بكام؟ 19.5 صح؟ ناقص ال H نود اللي انا طلعتها 13.82 زائد 1 تطلع بكام دي بقى؟ تطلع بكام يا ابني؟ تطلع سين ستة وشوية بسبب التربه ليه؟ هو بسبب حاجات كتير يعني بسبب التربه بس يعني انت شوف قانون الاتش نوت فانكشن في ايه؟ البرميابيلتي هو فانكشن هتلاقيه في البرميابيلتي تقريبا هتلاقيه هو بيز على نوع التربه وعلى قيمه الهيد او الجراوند ووتر اللي انت عايز تنزله بقد ايه؟ هو مش خالص مفيش طريقه يعني اقدر احدد بيها كل ستيبس انزل بيها قد ايه بحيث ان ما ارجعش الخطوه تتحول يعني مره لو حصل انزل؟ لا مفيش طريقه، انت لازم تمشي كده وترجع وتعيد تاني. اول ستيج دي لك 3.75 كان ممكن تسيف وبعد تحت برضه تسيف. ايوه انا بقول لك ماشي، انت طول ما انت عالي من السته هتلاقي المساله ماشيه كويس. طول ما انت بتلعب في جراوند ووتر اللي هو رينج عالي من السته هتلاقي المساله ماشيه كويس. تمام؟ طيب. حلو. حددت يا شباب الاتش ستاتيك او السبشن هيد، اخش في الخطوه رقم 3. نفس الفكره بالظبط، احدد الكيو 4، احدد السبيسنج هتبقى هي 5، لا السبيسنج مش هتبقى هي خلي بالك ان الايه هنا مش هتبقى هي عشان الجراوند توتال لورنج اتغير فهتلاقي السبيسنج نفسها اتغيرت. تمام؟ 5 احدد الكيو للويل بوينت الواحد هتبقى برضو السبيسنج جديده مضروبه في الكيو بالميتر ران واحددها. رقم 6 بقى اهم حاجه عندي اهم حاجه بالنسبه لي
محتاج احدد البريمتر. هيبقى عباره عن ايه البريمتر يا شباب؟ انا هحط السيستم الثاني بتاعي هنا اللي هو باللون الاحمر ده اهو. صح؟ بحيث انه بيبعد انا هعمل بره كمان. هيتحط هنا. بحيث ان السبيسنج بتاعتي 1 متر. صح؟ فهيبقى قيمة الـ A في الـ B A في الـ B دبل I هيساوي ايه بقى؟ 50 زائد فرق المنسوبين 4 في الميل 2 لواحد في 2 صح؟ زائد 2 في 1 والـ B بدل 50 هتبقى 30 وامشي نفس الخطوات هي واطلع عدد البامبس واضربه في 2 كويس؟ واكمل المسألة بتاعتي هي ما فيهاش أي مشكلة. انا في الورق اعمل لك بقى لو هي 3 ستيجز وكاتب لك بقى بالايه بالرموز الام دي بكام الاتش دي بكام وهكذا. تمام. نحل اخر مساله عن الويت بوينت. المساله دي جت في الفاينل. دي كانت مساله الفاينل بتاعتي. بيقول لك عندك لونجيتيودنال اكسكيفيشن الدبس بتاعه 3 متر ونص والويت 3 متر. بيقول لك ان انت المسألة دي كلامية مش مفيش حاجة مرسومة الرسمة دي استنتاج من كده. بيقول لك ان انت عندك الـ H بيساوي 15 متر وبيقول لك منسوب المية على عند الـ ground surface. فكده الـ H فين مكانها؟ اهي دي كلها H 15 متر صح؟ منسوب المية عند الـ ground surface. بيقول لك ان الـpermeability بـ 0.001 والـ spacing اللي اديها لك جبن بـ 1 متر. بيقول لك والله المقاول مع بامب الهورس باور بتاعتها باتنين. اعمل ديزاين لوان سايد ويل بوينت سيستم عشان تنزل منسوب الميه وتحفر على النجم. ديزاين بس ده السؤال. وان سايد. يعني مش عايز تو سايد. انا عايزك تحط هنا اهو بس ويل بوينت من وان سايد واحد كويس؟ ونزل لي منسوب الميه لل في الارض دي كان اعمل ايه بقى؟ ها؟ هتبقى هي اللي فاتت بس مش هضرب في ال 1.35 سنتيمتر. واحدة واحدة نمشي واحدة واحدة مش هيبقى بس ده رقم واحد. المعلومات اللي انا محتاجها يا شباب ايه؟ ال H بتاعتي ب 15 ال K 8 ال H ديزاين بكام؟ ب 11. انا عايز انزل بالمنسوب سالب 3 يبقى عند كام؟ المية عند كام؟ سالب 4. على الاقل المنسوب ده يبقى سالب 4. يبقى ال H ديزاين بتاعتي من 15 لسالب 4 اللي هي 11 متر. صح؟ ال ground water lowering هيبقى كام؟ 4 متر. دي حاجة تاني؟ ال M بتاعتي هتبقى 15 زائد نص متر بس. بالظبط. مش عارف اعمل؟ مش عارف. هقول لك نص متر كويس يبقى 15 ونص. رقم واحد هحدد ايه يا شباب؟ اتش نود وال هديك ارقامهم. تطلع 10.66 متر والال هتطلع 205.86 متر. رقم 2 ال H static هتساوي ايه؟ ال M بتاعت اللي هي 15 ونص صح؟ ناقص 10.66 زائد 1 هتساوي 5.84 متر اقل من 7 متر. تمام. رقم 3 محتاج تحدد ايه؟ ال Q per meter run صح؟ وانا بعوض في القانون بتاعي function في ال H node وال L وال K هتطلع لك الكيوب بير متر ران هتساوي 2.186 × 10⁻⁴ متر كيوب بير سكند بير متر ران. صح؟ رقم 4 المفروض بحدد السبيس جبن يبقى محدد ايه؟ الكيوب للويل بوينت الواحد هيساوي ايه بقى؟ 2.186 × 10⁻⁴ هضربها في السبيسنج بواحد هتجيب بقى تضرب هنا
بالضبط ما تقولش في 1.35 تمام متر كيوب بير سكند لكل ويل بوينت كده. بعد كده عايز احدد كل بامب هتخدم على كام ويل بوينت. هعملها ازاي بقى؟ رقم 5 الهورس باور بتاعتي كام؟ ب2. المفروض تساوي ايه الهورس باور دي؟ اللي هي الجاما ووتر مضروبه في الاتش دايناميك او انا اسف الاتش توتال اللي هي عباره عن ايه الاتش توتال؟ الاتش ستاتيك اللي انا كنت حددتها هنا 5.84 زائد الاتش دايناميك ب 10 مضروبه في الكيو بام مقسومه على 75 في الايتر اللي هاخدها مثلا ب 0.65 او 0.6 او 0.7 برا. تمام؟ من القانون ده اقدر اطلع الكيو بام بكام؟ متر كيوب بير سكند. صح؟ بعد كده اعمل ايه بقى؟ اقول ان الان بام اقول ايه بقى؟ كيو باي الان ويل بوينت لكل بام. يعني كل بام هتخدم على كام ويل بوينت؟ هعملها ازاي؟ اقول الكيو بام اللي انا طلعتها على الكيو ويل بوينت. الاتش دايناميك هو الهيد اللي انت بتاخده، انت بتحط الترومبه هنا مثلا البامب هنا فبتبتدي تسحب من الارض الاول ده اتش ستاتيك، بعد كده تاخد الميه دي ترميها لمكان تاني فده هيد تاني. لو الدكتور اداهولك قال لك الهيد والله انا محتاج هيد زياده عشان ارمي الميه مثلا لصرف او ارميه لترعه او ارميه لوات ايفر فين بكذا خده ده الاتش دايناميك، انما لو مش جيبن خده ب 10 متر. كده الكيو بامب اقدر تخدم على كام ويل بوينت بس مش هتحتاج تقدر تقول والله هتخدم مثلا هتطلع معاك بس دي 24 ويل بوينت. خلي بالك لو دي يا شباب طلعت الرقم ده 24.3 و4 من 10 خدها الاصغر ولا الاصغر؟ فده رأسك طبعا صح ولا ايه؟ بس مفيش حاجه تاني في الجزئيه دي. تمام؟ نشرح بقى اخر نوع يا شباب من انواع الديب ووترنج وهو الديب ويل سيستم. من عيوب يا شباب الويل بوينت سيستم ان انت بتحتاج اكسكفيشن اريا ملي عاليه يا اما تعمل سايد سبورت سيستم كويس لو انت عندك الدنيا محدوده او الارض محدوده شويه. فتكلفه فيعتبر دي تكلفه زياده مقارنه لو انا هشتغل على نظام سميناه الديب ويل سيستم والمساله دي انت اوريدي عارفها من السنه اللي فاتت وكمان عارفها من السنه دي انت اتكلمت على الويل ده كتير جدا. بنعمل ايه؟ تبقى ماسوره يا شباب قطرها من 6 انش وبتوصل ل 24 انش. الماسوره دي بتنزل في الارض اللي عليك الديزاين بتاعها هي ان الماسوره تبقى واصله الامبيرفيوس ليا. يعني انت الموقع بتاعك حاجه هنا مثلا انت هتبني ماسوره كده للامبيرفيوس ليا ده اللي عليك الديزاين بتاعه يا شباب. مش ماسوره تبقى واقفه في نص الليل. يعني في رسمه متقسمه رسمها في الورق الرسمه دي غلط. انت لازم الماسوره تبقى واصله لحد اخر الليل. مش هنسى مفيش ورق للشيت باي؟ لا. مش هيبقى فيه طيب؟ لا. السؤال ده سألني لحد دلوقتي مثلا 3 سنين ورا بعض. مش نام ورا بعض. مش نام ورا بعض. يا اما دي 3 ايه شيء بايت كبير. عايز له قعده ودماغ عشان نام. طب استردت بس طيب. اي حاجه طيب. انا شايف الفيديوهات تكفي مش محتاجه ولا شايف الثلاث فيديوهات تقريبا اللي انا سويتها دلوقتي في حل. طيب فبيعملوا الماسوره دي ازاي يا شباب؟ بيحطوها ويبقى جواها فلتر سيستم وحواليها كيش كده عشان خاطر ما يسحبش فايلز من التربه وبتنزل سبيرج بامبس يبقى شبه القلم كده زي مش عارف بيسموها ايسون. السيستم ده كله في الشغل الموقع بيسموه ايسون. المهم بتنزل البامب دي تمام وتعمل سبشن من الارض فتخلي بدل ما منسوب الميه اللي كان هنا
تخلي حاجه بالمنظر ده، توصل مسؤول ميه هنا وتوصله حاجه بالمنظر. فاحنا عايزين نعمل ديزاين للسيستم ده. السيستم ده بسيط جدا كديزاين، بسيط جدا وبينفع لاي نوع من السويل. اقدر اعمل جراوند ووتر لورنج لاي دبس انا عايزه، بس عيبه كان زمان عيبه ان المقاولين بتوعه قليلين شويه وما كانوش الطرق. حاليا المقاولين كتروا وبيعرفوا يشتغلوا على السيستم ده كويس، بس عيبه في تكلفه التشغيل. تكلفه تشغيله عاليه جدا السيستم ده على فكره، عشان تشغل ترومبه، الترومبه دي بتبقى عاده مش اقل من 3 فاز مثلا، فبتسحب كهرباء بمعدل شنيع، وانت المفروض بتسحب كونتينيوس الا لو كان طبقه كلي. ممكن تسحب على فكره طبقه كلي، تسحب ميه وتقف وتفضل فتره واقف ما تكونش بتسحب ما ترجعش، تمام؟ ولما تريح المواتير شويه تقدر تشغلها تاني. فاهمين قصدي ازاي؟ انما لو رم هتفضل كونتينيوس شغاله ومعدل سحب سريع، وهيبقوا عمال طبعا كتير جدا شغالين، لان هو ما بيبقاش بير واحد، بيبقى كذا بير، فبيبقى تكلفه تشغيله عاليه جدا. هو ده عيبه الاساسي، تكلفه التشغيل. طيب احنا علينا نعمل له فول ديزاين. فتعالى كده نمسك المساله، مش عايز احل المساله بتاعت الشيت، انا عايز احل مساله ابسط شويه. وليكن هبتدي بالمساله ايه، هعمل فول ديزاين للمساله اللي انا حاططها لك في الورق، ونشوف مساله الشيت تتحل ازاي. تعالى نمسك بقى يا شباب، لو انا عايز اعمل فول ديزاين للسيستم ده همسح هنا. لازم يكون يا شباب معاك جبن ثلاث معلومات، ثلاث حاجات اساسيين. لو انت عايز عندك حته ارض وعايز تعمل لها فول ديزاين بالسيستم ده، لازم يكون معاك الاكسكيفيشن اريا. انا دلوقتي بتكلم على الديب ويل، لازم يكون معاك الاكسكيفيشن اريا البي في ال البرميابيليتي كي الاتش ارتفاع المياه قبل عمليه النسك. وادي حته الارض بتاعتك يا شباب، وانت عايز توصل منسوب المياه من هنا بالاتش دي لمنسوب سميناه الاتش ديزاين او الاتش بنسميه هنا كريتيكال. كويس؟ تعالوا بقى نشوف نعمل. انا شايف الجزئيه دي يا شباب عباره عن قانون انت حافظه صم زي اسمك، وقانون امبيريكال مش عارف الدكتور قال لكم جيبن ولا لا. القانون ده انت حافظه زي اسمك يو بام، هو ده القانون الاساسي بتاع الجزئيه دي، هو ده تكون حافظه زي اسمك. وانت اوريدي حافظه يو بام بيساوي الكي، انا نفسي مش حافظه، الباي في الكي الاتش واحد، او خلينا نكتبها كده اهو، اي اتش واحد سكوير ناقص اتش اتنين سكوير على لين ار واحد على ار اتنين. ولو اتقلبت الاثنين دول يبقى اتش اتنين سكوير ناقص اتش واحد سكوير يبقى لين ار اتنين على ار واحد. القانون ده انت عارفه، خدته فين قبل كده؟ السويل، اخدته في السويل اللي هي لو تفتكر في البرميابيلتي، صح؟ واخدته في الصحيح لو انت كنت عايز برضه تحدد الكيو اللي انت محتاج تطلعها عشان خاطر تنزل مبدا. انت ليه اسمه جرافيتي ويل؟ اكيوفر وانا اكيوفر، دي بتاعت الاكيوفر اللي انا اكيوفر انا اسف، تمام؟ طيب هو ده القانون الاساسي تكون حافظه. فتعالى اقول لك لو انت عايز بقى تعمل ديزاين دلوقتي مهندس وعايز تعمل ديزاين للسيستم ده من البيزكس والمسائل ازاي بتيجي في الامتحان. فانت هتعمل ايه يا شباب؟ بيكون هدفك في الاول تحدد، انا دلوقتي والله الموقع بتاعي مربع كده، انا عايز انزل فيه الميه من المنسوب ده لحد المنسوب ده، فمحتاج اطلع كيوب قد ايه؟ ده اول حاجه عايز احددها، محتاج اطلع من الموقع ده كله على بعضه كده كيوب قد ايه عشان اوصل منسوب الميه من المنسوب ده للمنسوب ده. بعد كده اقول والله انا معايا ويل بوينت بيطلع كيوب قد كذا، يبقى انا محتاج كام ويل بوينت. كل الكلام اللي انا لحد الخطوه دي هيبقى عمليه هبد حرفيا، هبد. انا بقول لك هنعمل 1 2 3 كل ده هبد. امتى اقول الكلام ده صح؟ بعد ما اعمل تو تشيك هنتعلمه مع بعض دلوقتي، والتو تشيك انت اوريدي عارفه، تمام؟ فتعالى نمسك نعمل ديزاين للسيستم ده. اول حاجه يا شباب عشان اعرف انا هنزل منسوب الميه من هنا لحد هنا بكام، بحدد الار، حاجه اسمها ار وهي الكون اوف ديبريشن. لو انا حطيت ويل هنا ويل هنا
اتفقنا منسوب الميه هينزل كده المسافه من السي جي يا شباب او من السنتر بتاع الويل لحد اخر الكون اسمها ار. الار دي بطريقه امبيريكال مش عارف الدكتور قال لكم القانون ده جيبن ولا مش جيبن هتساوي عطوا انتوا تحضروا هو القانون سهل هتساوي يا شباب 3000 بس اتش ناقص الاتش ديزاين او الاتش كريتيكال سكوير روت الكي تمام. طيب يقوم يعمل ايه؟ يقول لك والله انت لو انت الشكل بتاع مربع انا عايزك تحوله لي لدايره كانه ويل فانت هتعمل ايكويفالنت دايامتر للمربع ده او للمستطيل ده فانت هتقول ان الدي افكتيف او الدي ايكويفالنت صح هتساوي ايه؟ سكوير روت الاي في البي اللي هي ابعاد او البي في ال اي في البي على بار. حددت equivalent radius او equivalent diameter للويل ده بدأتم تعمل ايه؟ تقول ان الكيو بامبا او الكيو اللي انت محتاج تطلعها من الموقع ده هتساوي ايه؟ الباي في الكي في بتعالى شباب هو اول حاجة تشيك محتاجين نتعلمه بيقول لك اعمل تشيك احنا اتعلمنا ازاي نوصل للشكل ده لو انت بتعمل ديزاين انت بتفترض طريقه معينه طريقه مبسطه عشان تقدر تحدد الكيو اللي انت محتاج تطلعها وبدلاله الكيو بتاع كل رايس بتاع كل ويل بتاع كل ويل ديب ويل اقدر احدد عدد الويلز اللي انا محتاجها في الارض بس لحد الخطوه دي انت ما عملتش حاجه ما عملتش ديزاين لازم تتاكد يا شباب ان كل نقطه في الارض موفيه الديزاين هيد اللي انت شغال عليه الاتش ديزاين لو لقيت نقطه في الارض ليها ارتفاع بمنسوب الامبيرفيس ديت اكبر من الاتش ديزاين فانت متوقع ان الارض بتاعتك هيبقى فيها جزء فيه ميه وما وفتش الديزاين بتاعك تمام. طب نعمل حاجه زي كده ازاي؟ هو الدكتور بيجي يقول لك والله انت عندك ادي الويل بوينت او الدي بوينت متوزعه بالطريقه دي وعايز تشيك على النقطه دي في الليفل بتاعك اعتقد الدكتور هيكون بيقول لك النقطه اللي محتاج تشيك عليها انما الطبيعي في الشغل انت بتكون متوقع فين الكريتيكال بوينت او اكثر نقطه انت قلقان منها من توزيع الديب ويل توزيعتهم عامله ازاي وشكل الارض عامل ازاي. لو الارض معقده قوي الكلام ده بتتشيك على كل نقط اي نقطه انت قلقان منها تتشيك عليها. فهنعمل اكزامبل وريكم على النقطه دي. انا عايز اتاكد يا شباب من ايه؟ ان الهيد عند النقطه دي اقل من الديزاين هيد عشان اتاكد ان الويل بتاعتي شغاله كويس. فهو نفس القانون اللي هناك هو نفس القانون ده. انت الويل ده دلوقتي هتمسك ويل ده مثلا تقدر تحدد الاتش اللي هيوفيها على النقطة دي؟ هتقولي اه. هتقولي والله ان الكيو بامب اللي هنا هتساوي ايه؟ باي في كي الاتش كابيتال بتاعتي ومعها الار هتبقى اتش سكوير كابيتال وهنا على لين ار كابيتال صح؟ ناقص الاتش بتاعت البوينت اللي هنا اللي انت عايز تحسبها على الار واحد اهي صح؟ فاقدر اطلع الاتش بتاعت البوينت دي بس للاسف الاتش بتاعت البوينت دي ما بتتاثرش بويل واحد دي بتتاثر باربعه فعشان كده انت هتطرح من الاتش الكليه اربع حاجات تطلع هتطرح اربع مرات اربعه كيو ويل فانا كتبتها في القانون العام هنا اهو هتبقى الاتش عند اي بوينت سكوير تساوي الاتش سكوير ناقص واحد على باي كي لين كل ويل بوينت في لين الار كابيتال على الار واحد على الار بتاعه فتبقى ار واحد هنا ار اتنين هنا ار تلاتة كده انا عامل ار تلاتة ار اربعة تمام؟ عندي معلش هو في القانون اسمه بتاع كيو ده الايه؟ قانون بتاع كيو الار دي بتتقسم من سنتر الارض ولا سنتر الويل؟ سنتر الويل الجديد الار كابيتال بالطريقه دي ايوه اه ما تعوضت في القانون الار اللي انت استخدمتها هنا يعني سنتر الويل بس انا على الرسمه هو اعملها ازاي على الشمال تحت في ار دي ار يا شباب بتاعه الويل وفي ار ثانيه بتاعه الويل الكبير اللي هي دي الاثنين ار يعني خلي دي ار ويل ودي ار كابيتال لما انت هتعوض هنا اهو بالاتش والاتش ديزاين
فانت شغال على الار الكبيره دي. فاهم قصدي ايه؟ طيب ركز بس معايا. فانما يا شباب لو كان عندك انت كل الويلز بتطلع نفس الكيو بام كلهم بيطلعوا نفس الكيو بام فهتبقى الايكويشن بتاعتك حاجه بالمنظر ده اتش سكوير ناقص كيو بام على باي كي للار على مضروب الاربعه ار. تخلي بالك بقى يا شباب الرقم اللي انا هحطه دلوقتي لما تيجي تعوض في الامتحان تخلي بالك مني. انا عندي الار دي هتبقى اس 4 تعبر عن عدد الويلز. يعني انا عندي 4 ويل هنا فهتبقى ار اس 4 يعني انت هيبقى اربع حاجات اللين حاجه في حاجه في حاجه او حاجه زي حاجه زي حاجه تقدر تضربهم في بعض صح ولا ايه؟ فهتبقى ار في ار في ار في ار لازم الاس 4 ده يعبر عن عدد الويلز اللي عندك في المساله على حاجات اربع حاجات مضروبه في بعض يمثلوا برضو عدد الويلز اللي عندك. فبعد ما عوض في القانون ده يا شباب اقدر اطلع قيمه الاتش بام او الاتش بوينت انا اسف هتساوي سكوير رول الاتش بوينت سكوير الرقم اللي انت طلعته تتاكد ان الرقم ده اقل من الاتش دي زار. لو اكبر معناه ان السيستم اللي انت مختاره ان سيف. عندك حل من الاثنين ساعتها يا اما تزود عدد الويل يا اما تعمل ايه؟ ممكن نشتغل على منسوبه الاتش ديزاين لا هو ايش الزن اللي غلط؟ اسف اجيب طلع كيو بامب اكبر صح كده؟ ده اول تشيك. تاني تشيك بقى محتاج توفيه ايه هو؟ هو انت خلاص انت حطيت سيستم معين وتاكدت ان الارض ناشفه. انت ممكن تلاقي نفسك انك ملقتش في الارض بزياده قوي لدرجه ان يكون في ويل معين او اي ويل فيهم بيسحب الميه من الويل التاني. فتلاقي منسوب الميه جوه الويل اقل من منسوب الترومبه، فالترومبه تبتدي تسحب هواء ويحصل كابيتيشن والترومبه تتحرك. فانت محتاج تشيك على تاني حاجه الهيد بتاع الميه جوه الويل. ولازم تتاكد ان الهيد ده اكبر من 6 متر. احنا بنوصل الترومبه لعمق كبير عاده بنكون مغطينها على الاقل ب 4 متر او 3 متر ميه، فاحنا عايزين نتاكد ان ارتفاع الميه جوه الويل نفسه اكبر من 6 متر. هو نفس القانون. بس بدل ما بكون شغال على نقطة هكون شغال على ويل معين. فهتبقى الهيت الويل هيت سكوير واحد على باي كيلين كل كيو مضروبة فين ايه؟ ار على ار ار. العادة اللي بيجيلك كل البامب ليها نفس الكيو فهيبقى ده القانون بتاعها اتش ناقص كيو بامب على باي كيلين فلين. حد بقى يقول لي ار كام؟ اس 3 نظر من اتش اه ار كام بقى على كام نقطة؟ ار اس 3 هو انا عندي كام ويل؟ 4 يبقى دي انت وصل كل واحده الار بعد ده هيبقى الريديوس بتاعه. اه خلي بالك بقى هيبقى هنا اهو ار 2 ار 3 ار 4 وار ويل 1. الناس كلها بتنسى الار ويل 1 ده الريديوس بتاع الويل نفسه بيبقى جيت لي لازم اس 4 يبقى تحت فيه اربع حاجات مضروبين في بعض. تحسب من هنا قيمه الاتش ويل اي يساوي سكوير روت القيمه اللي انت هتطلعها تتاكد ان القيمه دي اكبر من 6. لو انت عملت الهبد اللي هناك وحطيت ارينجمنت للويل وعملت التو تشيك دول وطلعوا سيف انت المساله بتاعتك تمام. ما ينفعش نحط الويل جوه الارض؟ جوه الارض ممكن يعني عادي ونعمل نفس الكلام. هو على حسب الكونديشن في مساحات احيانا بيبقى صعب انك تحط فيها الويل. وتاني حاجه لو حطيت الويل جوه الارض في ايه المشكله هتقابلك؟ تخيل كده انت في الارض فوق دلوقتي لسه ما حفرتش وتضعيت ويل والويل هيبقى جوه الارض انت وبتحفر هتعمل ايه؟ هتلاقي ماسوره طالعه كده ممكن تعمل مشاكل في على فكره مواقع بيبقى فيها الماسوره طالعه كده عادي. في مواقع بيبقى فيها طالعه كده الماسوره عادي بس بيبقى كوانتي كنترول عالي. دلوقتي انا المفروض ان انا اللي بفرض التوزيع بتاعت الويل عملت اللي جابس طلعت ان سيف ان سيف عيد قلت لك لو هنا طلعت ان سيف صح يا شباب زود عدد الويل ينفع زود الكيو؟ ها عاد زود عدد الويل يا اما اعمل ري ارينجمنت ابعد المساحه شويه. الامتحان هيجي لك التشيك لو جاتك حاجه زي كده هيقول لك التشيك فاهمني؟ مش الامتحان مش هيكون فاتح مجال ان يطلع لي 100 موديل انسر. دكتور شريف من النوع ده هو موديل انسر واحد فالطبيعي بيجيب لك ويلات ويقول لك التشيك. المساله دي يا شباب مساله الديو تيلنج اول مساله تبتدي بيها من غير ما تفكر اول مساله تبتدي فيها في الامتحان مساله الديوتا. يبقى اسهل سؤال
20 درجة ضافينهم في جيبك ما بياخدوش معاك وقت بالظبط بالكتير قوي لو اتأخرت في السؤال ده 3 ساعة ده لو اتأخرت. فاهمين قصدي ايه؟ فابتدي بسؤال الديول. تعال نبص على المسألة في حد عايز يسأل؟ استنى بس الرقم اللي طلعناه في الاخر ده منسوب المايه اللي فوق البامب صح؟ او ارتفاع المايه اللي فوق البامب صح؟ ايوه الرقم ده ارتفاع المايه فوق البامب جوه الويل بتاعك اهو ارتفاع المايه دي قد ايه؟ عشان البامب بتبقى هنا محتاج توفي هيد معينه بس محتاج تحدد الارتفاع ده بكام. هو هو نفس القانون الجزئيه دي يا شباب هي قانون واحد شايفها هي قانون واحد هو نفس القرار. تعال شوف المسألة بتاعت الشيت بتقول ايه ونتكلم انترودكشن سريع على اخر شهر. بيقول لك ايه بقى؟ اروف ديب ويل ووز كونستراكتد اون وان سايد اوف ستراتيك اكسكيفيشن شون ان فيجر 3. ذا لينث اوف اكسكيفيشن از 200 متر ديتيرمايند ابسوليت نمبر اوف ويل وسكسيسيف ويترنج دي ويل بيساوي 30 سم والدي ويل 50 متر عرضه 4 متر وطوله 2 متر وعندك وان سايد ويل او دي ويل سيستم وعايزك تعمل ديزاين السيستم ده بحيث انك توفي الهيد بتاعك تبقى ديزاين هيد معين. فنحدد المعلومات اللي احنا قلناها. اول حاجه الاريا المساحه الاريا هتساوي ايه يا شباب؟ 4 في 2 صح؟ الايكويفالنت ريديوس سكوير روت 4 في 2 على كام؟ بس يا ابني على بعد بيطلع لك الايكويفالنت ريديوس بكام؟ 15.96 متر. بعد كده تحدد البار الكبير اللي هي عباره عن ايه يا شباب؟ 3000 او 300 على حسب الوحده بتاعت الكي اللي انت بتعوض بيها. في اتش الاتش بتاعتك بكام؟ بكام الارتفاع ده؟ 18 20 تمام كده. الكيب 5 في 10 وسالب 4 سالب بقى 4 عشان شباب من تمام تطلع لك قيمه الاريا يا شباب 4.36 متر كويس. بعدين اقدر احدد الكيو اللي انا محتاج اطلعها من الارض قد ايه. هتساوي ايه؟ الباي الكي في الاتش كابيتال سكوير اللي هي 18 ناقص الـ H اللي انا محتاج اوفيها هنا اللي هي كانت كام 11.5 سكوير على ليه؟ بار كابيتال 4 3 6 على ار سمول هي بكام بقى؟ 15.9 صح 15.9 تطلع لك الكيوب اللي انت محتاجها 0.091 متر كيوب بير سكند. وهو الدكتور مديك ان البامب الواحده بتطلع 50 متر مكعب في الساعه. فده بتحدد ان الان بامب اللي انت محتاجهم هتساوي ال 0.091 على ال 0.014 هي 50 على ال 60 وعلى 60 كمان بتطلع لك 7 ويل. يبقى انت محتاج 7 ويل على السيستم ده. هتلاقي للاسف لما تحط 7 ويل مش هتوفي الهيد اللي انت محتاجه. يعني تحط 7 ويل وزعهم براحتك معاك كل 200 متر وزع 7 ويل براحتك. خلي السبيسنج بينهم متساويه هتلاقيهم مش هيوقفوا. اول ما تيجي تشيك على النقطه مثلا هنا ده نفسك النقطه الكريتيكال فين؟ هل النقطه الكريتيكال يا شباب هيبقى في انهي زون من رايك؟ على اليمين خالص ولا في النقطه بتاع الشمال؟ على اليمين خالص لان انت عندك وان سايد ودي ابعد نقطه. انت عندك نقطه هنا وهنا وهنا مثلا النقطه دي هي النقطه دي فانت عندك نقطتين مين اللي هم كريتيكال هتشيك عليهم هتلاقيهم نصين فتقوم مزود بدل ما هم سبعه
بتخليهم في الاول 10 مش هتوقف برضه لحد ما توصل لكام ويل هتوقف. ما بقولك الاول ده بيبقى هبد مش صح اصلا، لحد ما هتلاقي نفسك وصلت ل 12 ويل هي اللي هتوقف. حطيت 12 ويل هنا بسبيسنج متساويه هي اللي هتوفي وهتعمل الديزاين بتاعك. لازم تشيك يا جماعه يعني كريس كده. لا لا لو حطيت الويل ويلز وزاد منهم جزء هنا وجزء هنا لا هو بيقول لك وان سايد بس ان هو في جار تمام. فانت النقطتين دول هتشيك عليهم وتتشيك على الويلز بتاعتك. هتلاقي الكريتيكال ويل هو اللي في النص. هو المفروض المسافه ما بين كل متساوي. لا يعني ما بتزيدش عن هي التيبيكال رينج بتاعها يعني ما بيقلش عن 15 متر او 7 متر مش فاكر. بتحط رينج ده اكوردنج للكود. هقول لك كنت كاتبها في الورقه. ما هو بيقول لك حط لي وان سايد. هو اللي طالب منك وان سايد بتبقى حدود من 15 ممكن توصل ل 30 متر المسافه ما بين كل متر. ده اكوردنج للكود بس حابب تقل عن كده. لازم تشيك على كل النقط دي كلها في المسافه. اي نقطه تزود عدد من اللي بتزود الكيو بامب. هو حجمه في الكيو بامب. قال لك الكيو بامب 50 فينفع بس يعني. بيقول لك الكيو بامب 50 3 من 10 متر فين؟ لا دي ويل. ما انت لما تيجي تتشيك على الويل المعين محتاج الريديوس بتاعه يعني بس يا ابني. واحنا لو جيت 14 دي هي الكيو ده ايه ده؟ طب هي دي دي هي 50 على 3600 على 3000 على انا اسف 60 في 60 هيبقوا 7 هيبقى كابيتال اس 7 اللي هم عددهم ومضروبين تحت مضروبه ب 7 حاجات مضروبه ب 4 ده اهم حاجه. انت خلي بالك انت بتعوض مهندس في بس حاجه ملخبطاني الار اللي هي الار اللي هي 3000 مضروبه في 18 ناقص 2.5 جذر كي. الار دي متقسم ليه مش من نص الويل التخيلي؟ ايوه. طيب هي هي نفس الار اللي بعوض بيها بقى وانا بعمل تشيك؟ ازاي طيب؟ ليه؟ لان هي فانكشن في ايه دي؟ هي الار دي فانكشن في ايه؟ فانكشن في الاتش والاتش ديزاين والكي. ماشي؟ فانكشن في الاتش كابيتال والاتش ديزاين والكي. انت هدفك ان كل ويل يوفي نفس الار. ماشي. انا بس السؤال الوحيد خلي بالك من حاجه كمان. انا افتكرت الحته دي. الار في الحقيقه فعلا المفروض تكون متغيره. ايوه ازاي؟ دي متقسم نص الار دي متقسم نص الويل. ايوه انا هقول لك اهو المفروض تبقى متغيره بفرق مش كبير. انا افتكرت بفرق مش كبير قوي. بس الفرق ده مش هيجي لك اي حاجه لو جيت حطيته جوه الليل. لما تيجي تقول ليل الار الار دي في الحقيقه متغيره للويل الواحد بس جوه الليل قيمتها هتبقى صغيره جدا. التغير ده حتى لو هو 100 متر مش هيفرق معاك جوه الليل. فاهمني ازاي؟ فانا افتكرت الحته دي. ما كنتش لما اصلا ده مش حضره دلوقتي الكلام ده. ففعلا الار اللي انت بتستغل بيها المفروض القانون تتغير والمفروض كمان قيمه الار تتغير لو زودت الكيو بامب. انت لو زودت قيمه الكيو بامب الار نفسها تتغير. فاهم ازاي؟ بس احنا بنقول التغير ده جوه اللين مش سيجنيفيكا قيمه مش كبيره قوي. فاهمني؟ فبنسيبه زي ما هو. تمام. طيب اخر شابتر يا شباب او السب سيرفيس اكسبلوريشن. خلص دينا بقى كويس عشان نلحق المحاضره. لا عشان المحاضره المره اللي فاتت اتاخرنا لكن يفضل يشتمنا. حضر الدكتور دكتور عمر. او ناجي الكوز الطرق زي رخم. لا مش عايز بس ماشي مش عايزين نروح نتاخر. السب سيرفيس اكسبلوريشن لا الكوز ده السب سيرفيس اكسبلوريشن هو اكتر انا عايز عاده شباب الجزئيه دي بتبقى اول جزئيه لو فتحت اي كتاب بتاع فاونديشن جزء الفيلد تيست بيبقى اول جزئيه تتشرح في الكتاب. اي كتاب افتح اي كتاب فاونديشن اول شابتر فيه سبسيرفيس اكسبلوريشن او الفيلد تيست. مهم جدا. للاسف احنا مظلوم معانا في الكليه شويه ان ما لهوش فتره ان احنا نشرحه بتوسع. بس انا هقول لك فكرته ايه. فكرته ايه يا شباب؟ ان انت دلوقتي بتنزل موقع وعايز تطلع بيانات الارض. اولا بتقلل تكلفه انك تاخد سامبلينج وتعملها في المعمل لان عاده بتبقى العينات مختلطه خصوصا في مصر في المعمل بالسير وما بتطلعش نتائج مظبوطه. فانت بتطلع النتائج
على حالتها في الموقع. تمام؟ عيب الطريقه دي بقى عيب الفيلد تيست ايه؟ ان هو مالوش ثيوريتيكال اناليسيس. احنا مثلا اول اختبار هشرحه لكم في السكشن الجاي اس بي تي. الاس بي تي ده عباره عن ايه؟ في حاجه اسمها بور هول او الجثه. الجثه دي بتنزل في الارض بتطلع عينات كولكتيف. تنزل الجثه دي الارض طلعت اول متر وبينزل رد ليه دايمنشن معينه ويت معين وبيتدقى عليه بطريقه معينه كويس بحيث ان ينزل 45 سم جوه الارض. والله احنا بناخد بقى عدد الدقات اللي انا احتاجتها انزل بيها الرد دي تحت الارض باخدها واطلع منها الفاي اطلع منها السي لو هو كلي اطلع منها الاي اطلع منها الريلاتيف دينسي اطلع منها داتا كتير جدا بعدد الدقات. هل في حاجه انت من رايك ثيوريتيكال يقدر اثبتها ان الدلاله عدد الدقات والله تبقى الفاي بكذا السي بكذا؟ لا. الموضوع كله بيبقى مبني على اكسيدوريشن بيطلع ناس نزلت الموقع وعملت الطريقه دي سهله جدا ومش مكلفه اي بور هول لازم بتنزل ومعاها اس بي تي بيسموه في الكود المصري اختبار الملعقه فاهمونا كده اسمها الملعقه. تمام؟ فبدلاله عدد الدقات طلعت له نقط كتير جدا عمل شوت اخذ عينات من الموقع وعمل لها في عمل لها تيست في المعمل وبدلالة عدد الدقات ابتدى يعمل كورليشنز بسيطه جدا يوصل منها من عدد الدقات الفاي بكام السي بكام بالكلام ده. فانت هتلاقي اغلبيه الجزئيه اللي احنا بنشتغل فيها مبنيه على نظريات كتير جدا او مش انا مفيش ولا نظريه مبنيه على نيوميريكال داتا او داتا كتير جدا وقوانين كتير جدا. هتلاقي الدكتور ممكن في المحاضره يكون جاب لك مثلا في جامعه محاضرتين 100 قانون وكلهم على فكره مش غلط بس كل واحد بيقول لك انا استخدمت الاختبار ده في نوع الكلي الفلاني طلعت لي نتائج دي فانا عملت كورليشن طلعت بكذا تقدر تستخدمه. واحد تاني عمل في نوع طبقه كلي تاني او ساند تاني والله كانت النوع الفلاني ده طلع لي كورليشن بالطريقه دي تقدر تستخدمه. فانت هتلاقي للاختبار الواحد 100 قانون وممكن اكتر. فاهمين ازاي؟ انت ملتزم كل سنه الدكتور ممكن يكون بيغير في المنهج واحنا ما بنعرفش. انت ملزم باللي في المحاضره. انا هشرح لك الفكره هشرح لك القوانين اللي انا وصلت من السنه اللي فاتت. لو وصلت النساء اللي فات معايا القوانين اللي كانت في المحاضره ما اعرفش الدكتور السنه دي غير في المحاضره ولا لا بس في الامتحان انت ملزم بقوانين المحاضره مش ملزم بقوانين السكشن. الدكتور اتفق معاك هيديكوا قوانين جيفن ولا حفظ؟ جيفن عشان في سنه كان قال حفظ لا جيفن. تمام؟ فطالما الدكتور قال لك جيفن خلاص اتاكد بس كل حاجه اتاكد حاولوا لو الدكتور لسه ما خلصش اتاكدوا اليونتس هتبقى جيفن ولا نعرفها القانون نفسه شكله ان يبقى جيفن ولا نعرفه وهكذا تعرف كل حاجه بالدوم. انا هقول لك الفكره بتاعه الاختبار عامله ازاي انما طريقه التعويض او القانون كورليشنز علاقات كتير جدا. تمام يا شباب نبتدي في السكشن الجاي ان شاء الله وان شاء الله سكشن واحد يوفيه يعني.